السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا في المشهد والذي نناقش فيه ضمن هذه الحلقة الاستدعاءات الأخيرة لعدد من الصحفيين أمام القضاء. معي لمناقشة هذا الموضوع نقيب الصحفيين أحمد سالم وللمختار سالم. أهلا وسهلا بكم، شكرا لكم على قبول الدعوة والحضور معنا. في البداية كمدخل لهذا الموضوع، ما دلالة هذه الاستدعاءات المتكررة للصحفيين أمام القضاء؟ من حيث حقيقة الدلال. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. في البداية نختار نقول على هاي الظاهرة اللي عشنا من الليل تقريبا شهر واللي جات من أطراف متعددة ومتباينة ونحو أكثر من 12 استدعاء صحفيين تالية، ظاهرة تواترت وتكاثرت وتلاحقت فترة زمنية وجيزة حيث أنها أصبحت مثيرة للقلق. ونحن نعبر عن قلقنا باتجاه تزايدها وتزايد وتيرتها، وبالتالي إلى حد الساعة قد نفهم بداياتها لبعض السياقات المعينة، لكن نظرا لهذه الوتيرة اللي قبلت وتعدد الاتجاهات اللي جاي منها الشكاوي والظرف الزمني الوجيز اللي خلقت فيه، لأن في الحقيقة هذا أصبح منا مثير للقلق ويستدعي منا الانتباه ويستدعي منا البحث في ما وراء هذه الأحداث اللي هي. وبالتالي نحن نعبر عن قلقنا ونعبر عن تضامننا مع الصحفيين اللي منهم مهني واللي يقوم بعمل صحفي محض مهني، ونعرف عن طبيعي جدا على صحفي لين يعود مهني وعلى أنه لين يقوم بعمله لأنه سيكون مزعج لكثير من الأطراف، الناس اللي ما تقبل الحقيقة، الناس اللي ما تقبل يضوع على ذي اللي تعدل في الخفاء، طبعا له يكون الصحفيين المهنيين مصدر إزعاج له، وطبيعي لأنهم يتلقوا منهم أنواع المضايقات سواء كانت اعتداءات لفظية والله جسدية والله بدنية والله مضايقات من خلال القضاء. واللي المنعطف الأخير هو على أن هذا كامل عاد يمر عبر الاستدعاءات عن طريق القضاء. دلالة هذا الاستدعاء، البعض ربما يفهم على أن هذه الممارسات زادت عن الحد المعقول أو الحد المقبول. صحيح، ذا هو المذار القلق عندنا، وبالتالي قلنا أعلن بذا الكمل ذا هو وبذي الفترة الوجيزة أعلن ذا ما تلاقي قد يعود يكون ما تلاقي قد يعود صدفة. يا قير إحنا نعرفوا عن جو الحرية اللي نعيشه هار أعلن، وهذا يجب على الشجاعة، يجب علينا نعترف بها نحن الصحفيين، أعلن هنالك أطراف تفرط في استخدام، ربما يعود الإفراط في استخدام هذا هامش الحرية البس لبعض الزملاء الصحفيين أعلنهم في بعض الأحيان يتجاوزوا الحد الفاصل فيما بين المسموح به في إطار الحرية والحياة الشخصية للأفراد، بالتالي لأنهم بيناتهم خيط رفيع وهذا هو اللي يجب أن ينتبهوا للصحفيين ويوقفوا عنده، وهذا ما نسميه الإفراط. إلى حد الساعة الإفراط في استخدام هذه الحرية ربما يكون قد تولد في بعض الأحيان وليست في بشكل العام، في بعض الأحيان بعض التجاوزات، لكن نحن نقول أن الحق الصحفي مازال فعلا فيه ممارسين جدد ومزيود بالفضاء السمعي البصري اللي ماله ياسر، والصحفيين فيه قد عدوا مازالوا مبتدئين إلى حد ما، ذاك من تطرح لهم حتى ومن فرض القيود عليهم قد عدوا في الوقت الحالي ما هو الملائم يقير بالنصح حتى هناك أخطاء، وبالتدارس يقول أن هناك أخطاء من غير المبتدئين أيضا من الصحفيين القدماء. صحة التسوية حسب ما بلغت ليس خطأ، إذا كان الأمر على هذه الحال هو أعلن هنالك صحفيين وقعوا التحقيق مع دلتو صحيفة أجنبية وأعادوا نشره، وبالتالي هذا عادي جدا، ليست لديهم مسؤولية في هذا، وبالتالي لين يعود ولا جبروا تحقيق يتعلق بموضوع يهم المواطن الموريتاني ويتعلق بمصير المواطن الموريتاني ولديه انعكاس على الوضعية الاجتماعية أو الاقتصادية أو التنموية للبلد وعادوا نشره، هاي رواية عادية. إذن وبالتالي لا يخرج، لا يمكن أن يصنف في إطار تجاوز في أو إفراط في الحرية. هل تشكل هذه الاستعادة خطر على مستوى حرية التعبير في البلد؟ هل يمكن بالتأكيد تشكل خطر؟ إلين تتواتر وتعود مصادرها متعددة وعود الظرف الزمني اللي تجي فيه وجيز لا يتعود مضايقة.
وخاصة اللي يقعدوا يستهدفوا فيها الصحفيين المهنيين إذا قاموا بعمل مهني، هذا هو اللي ينقال له بشكل صريح تكميم الأفواه. وبالتالي إذا تعود الوضعية ذي وفي الظروف ذي، إحنا نعتبر على أنه فعلا جزء ربما يكون جزء من مؤامرة جديدة للتضييق على الحرية. طبعا طبعا نقول لك على ما خالق رواية لا يتخلق ما عندها أعداء. وطبعا على هاي الحرية اللي نعطاتهم فم ياسر من أرواقج لا تروق له ولا هو داير هفشي ومصدر إزعاج له لا يبقيها، وبالتالي يترصد يكانوا خطأات الأخطاء اللي يوقعوا فيها بعض الصحفيين يترصدها إياكاش برها منها مبرر يسوقوا لعلمني الحرية اللي نعطات أرائي نتيجتها، وبالتالي يا الله تقفلوها هذا صحيح ملي موجود. عندما يقوم أي صحفي بالإساءة إلى شخص أو مؤسسة وتقدم بشكوى ضده، يعني الجسم الصحفي أو جل الصحفيين ينددون تتقدم بشكوى ضده إلى القضاء، يعني الجسم الصحفي وجل الصحفيين ينددون بتقديم الصحفي إلى القضاء، يعني أليس من الخطأ مناصرة الصحفيين في بعض الممارسات غير الصحفية وغير المهنية؟ شوف، هو علمنا رجاج يشكي هذا يخوله للقانون وطبيعي جدا، وهو لي الله يخلق ليدفو بها الرجاج، يعتدع لرجاج جسديا والله لفظيا والله تهي يجاوزيك الحدود، قرع لأنه يقيس المساطر القضائية، هذا منصف ومهم جدا. هذا هو موضوعنا، منين تخلق القضية؟ موضوعنا الأول، نعم، يعني محورنا الأول عفوا هو الصحافة والقضاء، نعم. هنا نحن نبحث دلالة استدعاء هذا العدد من الصحفيين أمام القضاء في الظرفية الحالية. جاوبك دلالة على السؤال، هل مشكلة التضامن؟ مشكلة التضامن لين يستدعى صحفي، لين يقوم القضاء رجاج ويشكل صحفي، احنا ما عندنا سلطة قضاء، احنا سلطة جسم مطلوب منه التضامن، نتضامن مع الصحفي. يقير شيء الله يخلق، يا الله القضاء ويا الله الشرطة اللي تعدل تحقيق نزيه وموضوعي وشفاف، ونين يبين لين السلطة هون هل هذا ظالم والله مظلوم، اللي قد يحددها لها القضاء، نعم، بناء على الاستدعاء. ولا نعجل عن حان وصل القضاء إليه يقبل موقفه يعدل ذاك التحقيق ويبين أن يعود زميلنا هو ظالم، أنت ظالم نحن نتبرأ منك، أنت مظلوم نواصل في دعمك بكل ما أوتينا وفق المساطر اللي يمنحنا القانون. سعيتم أنتم في نقابة في المصالحة عدة مرات بين الصحفيين وبعض الجهات ونجحتم في ذلك، هذا المسعى المشكور البعض لا يرى أنه يخدم الحق للصحفي، بمعنى كان بإمكان القضاء أن يحكم لصالح الصحفي إذا كانت معلوماته صحيحة والعكس يعني صحيح. شفت فعلا في بعض الاتجاهات اللي يقول علن لماذا قاع ما نخلوا الناس كاملة تقيس القضاء لين يعدل القضاء تحقيقه ويعرف هذا ينتاج على الروايات يعرفك الصحيح منه والسليم، فعلا هذا رأي وأهله عنده مبرراتهم الوجيهة اللي يطرحوا. يقير احنا بعد ننطلقوا فيه علن الصلح خير، ما دمنا جابرين أطراف لا يتصالح دون اللجوء للقضاء والتكرفيص في القضاء نختاروا لذلك الصحيح، لأن الصلح خير من باب الصلح، وبالتالي لين نجبروا الأرضية مهيئة لها نقوموا فيها قبال ونصلحوهم. لماذا؟ لأننا نعتمد على أن الصلح خير. لكن هذا الصلح البعض يفهم أن هذا الصلح، يعني الرأي له يفهم أن هذا الصلح ربما هو تغطية على أخطاء بعض الصحفيين. لا، نقول لك فيه لأن حباد ما مارسوا فيه أي ضغوط على أي طرف معين، وبالتالي ما دامت ما تمارس فيه أي ضغوط على أي طرف معين وقبلوا الأطراف كاملين بالتراضي ومحط إرادتهم وبشيمونك عندهم لأنهم يتواصلوا للصيغة، احنا مسهلين. لكن الان سؤالي، انتم تساهمون في التغطيه على اخطاء بعض الصحفيين، كان من الاولى ان يذهب الى القضاء. ما عرفنا كانوا خاطئ والله ما هو خاطئ، به اللي خاطئ والله ما هو خاطئ لا يحدد الا القضاء، مرحله القضاء ما عرفنا لحقناها، المحكمه هي اللي لا يتحدد هل هذا الشخص خاطئ ام غير خاطئ، لكن مرحلة عيا يخلق الصلح سابقة ما بتلتحقت قاع، وهي الحالات اللي تخلق نلحقوا الصلح، الناس تعود الأطراف مستعدة للصلح سابق تخلق المحاكمة. لكن في حال انتظرتم إلى إصدار حكم من قبل القضاء، هذا ظالم أو مظلوم؟ الحكم من قبل القضاء بأن الصحفي هو الظالم أو أن الصحفي هو المظلوم، لو أن الصحفي هو المظلوم يعني ألن يحقق هذا خطوة مثلى لأداء الصحفيين أو على الأقل الصحفيين المهنيين؟ لأدائهم البعض الآن هناك صنفين حسب ما فهمت محدثيكم، هناك الصحافة المهنية طبعا موجودة وهناك صحافة أخرى
ربما هي مبتدئة وربما هي لا تريد أن تكون مهنية. في حالة هذه الصحافة المهنية التي أنتم تتبنونها وتدافعون عنها، في حالة أحدهم أخطأ وذهب إلى القضاء، أنتم متيقنون بأن هذا الصحفي لم يخطئ، يعني كان بالإمكان أن تنتظروا إلى وصول القضية إلى القضاء ويحكم بها القضاء. في حالة حكم القضاء لصالح هذا الصحفي بناء على مهنيته وموضوعيته وحياده في القضية والوثائق التي بحوزته، يمكن أن يساهم هذا في دعم هذا الصحفي على الأقل، أو دعم الصحافة الموضوعية بدل المصالحة ما قبل الوصول إلى القضاء، التي ربما تفهم غالبا على أنها تغطية على أخطاء، أنها تغطية على أخطاء صحفيين. أنا ما نقد نقعد لك فهمار واقيش لخين، لأن كل حد عنده الحق في حلل هو ويفهم حسب مفهوم. اللي قد نقول لك لا، الواقع شفت ظالم ومظلوم، والله إلى عاد الصحفي هو اللي مظلوم. على كل حال بمرضات الطرفين، بمرضات الطرفين، الصحفي وذا اللي شاكي منه، إلين يقعدوا هما الاثنين وعدوا راضين وقابلين على انهم يعدلوا الصلح، احنا نعدلوا الصلح؟ يسوى علينا المظلوم؟ والله المظلوم به اللي هاي الاطراف قبلت هي عن طريق التراضي على انها تتجه نحو الصلح، والصلح ما قد طريقها جنجبر يعرقل الصلح. ما نقدروا نوقف ونقولوا اه لا تصطلحوا تم ولا متضايقين لين تقيسوا المحكمه، لاش ما داموا هما يختاروا يصطلحوا ما نقدروا نوقفوا الصلح، اياك نقيسوا الدقيقه والمحكمه. جميل. غياب ثانيا احنا ما عندنا سلطه جبريه نقولوا لا هذا ما يخلق فيه ما هو هذا ليست. لكن هناك سلطه ذاتيه، اسمح لي بانتقال الى موضوع السلطه، يعني غياب سلطه الدوله وسلطه الصحافه والفوضويه التي يعيشها الاعلام المحلي، اسمح لي على هذا التوصيف، لكن هو جزء من الواقع التي يعيشها الاعلام المحلي. اعتقد ان القضاء يمكن ان يعوض غياب هاتين السلطتين من خلال التحاكم اليه. طبعا هو جزء يعوضهم قبال وهو مهم، وانا نقول لك شخصيا على انه ما يخسر شيء لقاس الناس القضاء وتقاضات قاع ونعرف نتاقع عليه الحقيقه، ياك يعرف الصحفي ويعرف المواطن العادي على انه فهم قضاء وعلى انه هو اللي يحكم بين الناس، ولا تلاوي يلجؤ للطرق الاخرى الخارجه عن القضاء، لان اللجوء الى القضاء هو ممارسه مدنيه مهمة جدا، وبالتالي يا الله تعود هو الطريق الوحيدة اللي تقيس الناس. اسمع، بدل من تقيس الطرق الأخرى الملتوية كالتهديد وكالاعتداءات، هاي ليست حضارية وليست مدنية وعفى عليها الزمن، بالتالي تقاليد قديمة ربما تكون وكانت في الزمن الغابر يا غير العصر ما تلا عاطيها، ظروف ما تلا تعاطيتها، وعاد هنالك دولة، هنالك قوانين، وهناك السلطات. الاحتكام إلى هذه القوانين هو من باب التمدن أو المدنية السليمة، وبالتالي ما يخسر شيء، عادي ولا يخسر شيء. على ذكر السلطتين، سلطة الدولة وسلطة الصحافة، يعني صحافة، كيف يمكن أن نفعل السلطة الذاتية لدى الصحافة؟ ربما أنتم توافقون على غيابها وانعدامها تماما. هذا هو اللي شكينا منه. شفتوا احنا رؤيتنا في نقابة الصحفيين من البداية قسمنا فترة الإعلام الموريتاني إلى مرحلتين، بالتالي من الساعة اللي عاد تم ديمقراطيا انفرضت على إفريقيا في إطار بعد قمة لابول اللي معروفة، هاي معطيات معروفة 91، صحيح. ذيك المرحلة كان على الحكام الأفارقة اللي ما فاتوا عادوا يعرفوا الديمقراطية ولا هم مستعدين لها، لأنهم يتأقلموا مع هذا الجو الجديد، وبالتالي كلهم يفصل ديمقراطية حسب مقاسه، يقدر يلبسها له هو على مقاسه. وفي ذي الفترة كان لزام على أن ينطلص ترتخن فده شوي، وتم تحرير اسمح بالصحافة يقارع على المستوى الصحافة المكتوبة. أعود إليك في القسم الثاني لكن بعد الفاصل، استسمحوا منك. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم رجاء بتفضلي بالبقاء معنا، نلتقي بعد الفاصل. تعلن قناة المرابطون لجميع المشاهدين الراغبين في الإعلان على القناة أنها تضع خدماتها بين أيديهم، تقنيات عالية في التصوير، في المونتاج، في الإخراج وفي الجرافيكس،
معدات وآليات متطورة بالغة الجودة والدقة، فنيون مختصون في مختلف المجالات، وصحفيون أكفاء. لإعلاناتكم ورعاياتكم وتغطيات نشاطاتكم يرجى الاتصال على الأرقام التالية: المرابطون، قناتك الأولى في وطنك. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذا الجزء الثاني من المشهد، والذي نناقش فيه الاستدعاءات الأخيرة لعدد من الصحفيين أمام القضاء. معي لمناقشة هذا الموضوع نقيب الصحفيين أحمد سالم والمختار سالم. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. قبل الفاصل كنت قد سألتكم عن كيفية تفعيل السلطة الصحفية أو السلطة الذاتية، وقطعتكم قبل الذهاب إلى الفاصل. كنتم تتحدثون عن مسيرة فرض الديمقراطية في إفريقيا على شقها القسم الثاني. كنا نختار ونقولوا علينا من عند 91 إلى غرق خلقوا مرحلتين. المرحلة الأولى هي اللي انطلصت فيها الحرية يقير وميعت عن قصد، وبالتالي هي نقولوا مرحلة التمييع المقصودة. ومن عند 2005 جاي بدأ هامش الحرية ينفتح لين وصلنا للمرحلة الأخيرة اللي فيها غرق، وبالتالي ما هون دولة قد زايد علينا في قضية الحرية. سمعت هذه المرحلة قلنا أعلن التمييع فيها مهمول، تخص إرادة سياسية. لذلك طالبنا أعلن هذه الحرية اللي نعطات في ذي الظروف اللي ذا هي، أعلنها إلين ما تواكبها إجراءات أخرى قد تسيرها تسير معقلا، والله ترشدها ترشيد معقلا، لأنها سيتم الإفراط في استخدامها. والإفراط في استخدامها كلما زادت دائرة الإفراط في الاستخدام سنصل إلى مرحلة تكون معها الحرية تنقلب من حسنة إلى سيئة. ربما هذا الموضوع يحتاج إلى كثير من التفصيل وبعض الأمثلة. نعم، لذلك قلنا على أن يقدي هيشي في ذا الموضوع له اللي يخلقوا منتديات عامة يناقش فيها قضية الإعلام، وتعد الخريطة الطريق واضحة وتعد ملزمة للحكومة وملزمة للصحفيين وملزمة لجميع الأطراف. ومن هنا نادي لأن هاي المنتديات يجب أن يتولد عنها شيء قالوا الرقابة الذاتية، لأن مهما كانت رضعية القوانين وقوتهم لن تفيد في شيء، وإنما إيجاد جسم يعتمد على الرقابة الذاتية فيما بين الصحفيين وهو المسؤول عن محاكمة الصحفيين ومتابعتهم ورقابتهم عندما يتجاوزون المهنية والأخلاقيات هو الكفيل وحده بأن نسيروا هاي الحويرية ونرشدوا. البعض بدأ يتحدث عن استهداف ومنهج وخطير لوسائل الإعلام، إلى أي حد يصدق هذا القول؟ ممنهج ما نقدر نقول لك على انه ممنهج بالطريقه اللي نعتبره بها، على انه ممنهج واستهداف مقصود، وعلى انه عنده طريق ذكيه، وعلى انه تقف وراء قوه معينه. يقير قلنا على ان ذيك المؤشرات اللي شرحت لكم قبيل على انها صبحت مذار للقلق عندنا. وطبعا كي قلت لك على ان هون الحريه، هون اعداء الحريه خالقين ارواقيج، هون والله جهاد، هون ما تبقي الحريه اللي نعطات، ولا وسووا لنا انت تنعطى ديك الساعه ما نشركوا في الراي، قبلت الحكومه قرار والله قبل الرئيس قرار بانه الدكتاتوريه لم تفيد، هذا قالوا صراحه. اذا هناك جهات تستهدف الاعلام استهداف ممنهج، وبالتالي هنالك اطراف ما تبقي هذا، ذيك الاطراف ما تبقي هذا قد تعود ضرك استغلت السلطه والنفوذ، قد تعود استغلت ضرك ذي الروايه هي اكثر كبماطيه، واذا قلناها بكل وضوح استغلت هذه الهفوات اياكاش ياك تعدل منها مبرر وتقنع اصحاب القرار تقول لهم هاي الحريه اللي اعطيته ما أدت النتيجة هي الفوضى، يا الله تقفلوها ويجبروا المبرر ذاك الوقت. هذه هي المرحلة واللي خايفين منها نحن. سمعت، وبالتالي نعتقد على أن هذا من ملاحقة الصحفيين في الفترة الوجيزة اللي قلت لك، وبالرقم اللي مرتفع، على أنه مذير للقلق، وعلى أن نحن بعد نشك فيه ونعبر عن قلقنا باتجاهه، وأصبح عندنا غير معقول على أنه نعود بالصدفة. متى سنصل إلى المصارحة وتحديد هذه الجهات التي تحارب الحرية وحرية التعبير في موريتانيا، وما وصلنا إليه من حرية؟ إلينا نواصلوا في التحقيق ونواصلوا في الاستقصاء اللي نعدلوا وتواصل المسيرة، ندوروا نحدوا الخيط، ندوروا نمسكوا إن شاء الله بالخيط اللي الله وصلنا للنتيجة اللي نعرفه. هل هنالك ما هي القوة اللي تقف وراء هذا؟ هل هي مقصودة من جهة معينة؟ وما هي هذه الجهة المعينة؟ وبالتالي عندها لن نسكت، لأن ما سكتنا سابقنا لحقوها، وبالتالي لا لحقناها، لا تعد الرواية طم وشح، لن نسكت عليها. سؤال، اسمح لي بسؤال يتعلق بجزئية مطالبة سنين
للصحفيين بتعويض ملياري أوقية. يعني كيف ماذا تقرأ في هذه المطالب أو هذا المطلب؟ في الحقيقة ما نبقي تعود سنين دفرت من الدفرة اللي عادتها ما تعوض دفرتها بمطالبة الصحفيين بمليارين من لوبية ظاهرة. إذن ضبابية الرسالة وضعف الكادر البشري وغياب المعلومة الصحيحة والموضوعية والحياد وغياب التطوير والتدريب وهذه السمات غالبة على كثير من المؤسسات الإعلامية المحلية، إلى أي حد يمكن معالجة هذه الوضعية التي تلقي بظلالها على المشهد بشكل عام؟ مشهد وضعية مشهد على الوضعية الإعلام ضبابية الرسالة لدى بعض المؤسسات الإعلامية وضعف الكادر البشري لديها وغياب المعلومة الصحيحة والموضوعية والحياد والتدريب والتطوير وما إلى ذلك. يعني السمات هذه ربما وصلت إليكم فكرة السؤال. تفضل. هاي الدائرة اللي قلته يتفاعل فيها كثير من من الأمور، منها غياب التكوين، منها غياب الوسائل المادية والبشرية، منها غياب الانضباط فيما يسمى بالمنظومة الالتزام بأخلاقيات وضوابط المهنية، ومنها أيضا نقص في التجربة ومن أخطر هذه الأمور هو غياب التكوين، لأنه لن يعد ما في التكوين، وبالتالي لن نكون أمام صحافة مهنية جادة تتطور في مهنيتها وتؤصلها وتحاول أن تعمق تجربتها في هذا المجال، ونعود مالنا قدام صحفيين يحترموا الأخلاق، بالتالي سنكون أمام فوضى عارمة. ونعود عندنا صحفيين تضغط عليهم الحياة ضاغطة جدا وطاحنة جدا، وهم في ظروف لا يتمتعون بعقود قانونية تحميهم، ولا يتقاضون رواتب محفزة، ولا يجدون سنأتي على تفاصيل أوضاع الصحفيين في الوقت المنتظر. سنأتي على تفاصيل أوضاع الصحفيين، لكن لا أحد يمكن معالجة. بالتالي هذه الأمور هي اللي تساهم في الضبابية اللي كنت تتحدث عنها. لماذا؟ لأن هذه الضبابية فيها عوامل كثيرة جدا تعدلها. لكن قبل التدريب وتطوير وتكوين الكادر البشري ومن هذا رواتب وما إلى ذلك، يعني كثير من المؤسسات بحسب ما يقول المراقبون في الإعلام، القول ليس لي، ليست لديهم رسالة. مؤسسة إعلامية لا تحمل رسالة، لا تحمل رؤية، يعني لا أي حد يشكل هذا خطر. هذا من على التعاطي مع المواضيع، من النواقص اللي كنا نقوله. أي هيئة إعلامية يجب يعود أن يكون لديها خط تحرير. في بعض الأحيان هذا خط التقرير التحريري لا يمكن أن نتبينه في بعض الأحيان، وبالتالي هناك مد واستسمح في الوصف عندها وجدت نفسها في هذا المشهد إن قصرا أو محاولة خطأ في التقدير، على أنها كانت مقدرة على أنها إلى جات لا تجبر ياسر، والله انفرضت على أنها تقيس ذا المشهد له وجبرت ناس نفسها فيه قصرا بصرف النظر عن الدوافع اللي وجدت نفسها فيه، وبالتالي عتلا بدالها متعدل شيء وعادت لها ما عندها قاع نفس اللي تتخمم هي في تطوير قدراتها الذاتية، ولا عندها نفس في أنها تحدد بعد قاع هي خط تحرير واضح له. إلى أي حد ساهمت وسائل الإعلام في موريتانيا في مجال الوعي، تحقيقات، كشف الملفات الفساد إلى غيره، وعرض ما تحقق إلى غيره من الأمور، حتى نكون محايدين في طرح السؤال؟ أنا بعد ظهر الإعلان رغم ذلك كنا نقوله كامل ولا قصنا بعد به التجريح ولا التثبيط. طبعا هي نظرة غير متشائمة، هو إنما معالجة انطلاقا من الواقع. لا نقدر نتحماه على القطاع لين قد يصلح منه شيء. رغم ذلك اللي قلنا كامل وسائل الإعلام ما زالت تفرض نفسها وفي ظل فضاء تتنافس فيه أقوى وأعتى وأكثر تجهيزات وأكثر تكنولوجيا مؤسسات الإعلامية في العالم. هذا الفضاء اللي تقاسموه ما زالت المؤسسات الإعلامية الموريتانية موجودة نازلة بركة، وما زالت المؤسسات الإعلامية موجودة فيه، تحتل فيه في حيز صرف النظر عن ذاك الحيز، وما زال المواطن الموريتاني يشاهده، وبالتالي اندرت تعرف عنه في وقت مرحلة معينة كنا نعود العالم كامل الموريتاني مقسم إلى قسمين، لا واحدين عندهم مسلسل يتابعوه، والله واحدين عندهم نشرة حصاد يتابعوه معين، والله واحدين عندهم أفلام يتابعوها، والله رياضة يتابعوها، وارك بعد ما يحيدوا عن سابق يقيسوا ذو البلايدات
لأنهم يخلصوا الإعلام الموريتاني، وبالتالي ما لا يخلق برنامج ولا لا يتحدث قناة إعلامية والله وسيلة إعلامية عن موضوع معين ما لحق تصبح في الشارع تداول الناس وتعلق عليه، وبالتالي هذا دليل لأنها رغم المنافسة الشديدة أنها ما زالت حاضرة، وما دامت ما زالت حاضرة قطعا عنها زادت عندها إضافة نوعية في قضية الوعي، في قضية كشف قضايا فساد موجودهم، قضية فتح الرأي أمام من لا رأي له، والله رجاج ما هو جابر منبر يعطي رأيه، جبر منابر أخرى قد يعطي منهم رأيه، وبالتالي أيضا كانت أبواق للمظلومين، والله فتحت عشرات بعض المظلومين اللي سمعوا أصوات عشرات الدعوات لتنقية الحق للصحفي، وأعتقد أنه من المواضيع المطروحة والهامة، لكنها دعوات لم تسهم في تنقية الحق بشكل ملموس. الآن السؤال، ما هو الخيار المطروح بعد هذه الدعوات التي لم تسهم في تنقية الحق؟ ما تقدر تسهم فيه بأن ما فم جهة محددة ولا فم جهة متعاونة، هذا يحتاج التعاون من جميع الأطراف، من نحن الصحفيين ومن الحكومة اللي هي لكن ماذا كامل واللي انطرح في الأفق كي قلت لك قبيل ما هي الخطوة الموالية بعد الدعوات هون وبعد هذه الدعوات انطرحت قضية المنتديات العامة، وعبرت الحكومة الرئيس والوزير الأول وزير الإعلام قالوا أن الحكومة مستعدة لأنها تعدل المنتديات العامة، يقال أربع قضايا طرحهم، أولا لأنها ستمول هذه توفر لها الإمكانيات المادية والبشرية اللي تقدر تعدلها، الثاني على أنهم يشرفون عليها رسميا افتتاح واختتام، الثالث على أنها لين تتمخض عنها إجراءات تفيد الحقل لا تزيد الطين بلة لأنهم سيتعاطون معها، المسألة الرابعة والمهمة لأنهم ما هم داخلينها من قريب ومن بعيد يخص الصحافة جمع هي فيما بيناتها وتعدل منتدياتها وساعتها لين تعدل منتدياتها هذيك المخرجات اللي يأخذوا بها نتعود كيف مطابقة لهذه المواصفات تفيد الحقل لا تزيد الطين بلة، الحكومة ستتعامل. وماذا فعلتم حتى الآن في سبيل الوصول؟ هناك مبادرات خيرة، هناك إجراءات من أطراف بعض الأطراف الصحفيين وبعض مجموعات الصحفيين وبعض الهيئات تبارك معارك تفكر في صيفة تجتمع بها كاملة أياكاش إياك توخذ وثيقة معينة بخصوص هذه المنتديات في إطار وفاق عام، لأن وثيقة صادرة عن وفاق عام في الحقل الإعلامي أفضل هي من شيء متشتت، وبالتالي مزلنا نتقدم إن شاء الله المرحلة نأمل أن نصل لها قريبا، وهي المناسبة اللي أدعو جميع التنظيمات الصحفية وجميع الصحفيين الكبار وأصحاب التجربة واللي يعتبروا مراجع ذل الحقل له لأننا نتعاون كاملين أياكاش إياك نوصلوا للمرحلة اللي نتوافقوا فيها إلينا نجمعوا ونعدلوا منتدياتنا ونعطوا للحكومة الموريتانية وثيقة موحدة موحدة صالحة عليها الصحافة ومجتمع عليها وتكون جميل. هذه الدعوة ومزالة مطالب وآمال لديكم، لكن في ظل الوضع الحالي جهود مبذولة الآن في جهود جميل في ظل الوضع الحالي ما هو مستقبل الإعلام في موريتانيا؟ ترك في ظل هذه الفوضى في استخدام الحرية وفي ظل الشكاوي المتزايدة واللي زادت وتيرتها، أنا أعتقد على أن المستقبل أمامنا أصبح تلف ضبابية كبيرة، وبالتالي لسنا متفائلين. إذا وفقنا أن نعدل المنتديات ستكون إن شاء الله الطريق اللي ستمكننا من إصلاح القطاع، وهي اللي نأمل أنها تخلق وفي القريب العاجل وبوفاق عام يجمع الصحفيين كلهم. سؤال مباشر ويطلب ردا بشكل صريح، أنتم كنقيب للصحفيين كيف تقيمون دور الهابا أو أداء الهابا؟ شفت الهابا تنشدينا في الأخبار وقلنا عن قضيتها واضحة، هابا هي السلطة، هي السلطة الوحيدة اللي أعطاتها الدولة وسائل المادية وأعطاتها قانون تنظم به الحقل، لكن هاي السلطة كانت غائبة في كثير من المحطات، وقلنا أعلنها خالقين مراحل لين يلتحقوا يا الله السلطة سلطة الهابا تقوم، وقلنا أعلن سلطة الهابا ما تقدر تتم ما عدلت عملين أن تعطي ساعة والله تعطي فجأة تقوم وتوخذ بيان، هي ليست سلطة بيانات وإنما سلطة إنذارات وأهدى إليها بضبط الحقل وفقا نقيب لمعايير الصحفيين الموريتانيين أحمد سالم والوحيد المختار، شكرا جزيلا لك وعذرا على المقاطعة نتيجة لضيق الوقت. مشاهدينا الكرام إلى هنا نصل نهاية هذه الحلقة، إلى نلتقي بكم في حلقة أخرى من برنامج المشهد، أطيب المنى، السلام عليكم.